أمام أعلى هيئة دولية في العالم يرفع الفلسطينيون صوتهم للحصول على عضوية كاملة لدولتهم في الأمم المتحدة. هذه الخطوة تعترضها جملة صعوبات، أولها الفيتو الأمريكي إذا استعملته واشنطن في جلسة مجلس الأمن، إلا أن الرمزية تبقى كبيرة إذ إنها التجربة الأهم سياسيا في مسار القضية الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل نيويورك يتوقع أوقاتا صعبة بعد تقديم طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف عباس إن القيادة تعرضت لضغوط كثيرة لسحب الطلب الذي تعارضه الولايات المتحدة بشدة وتسبب في تقسيم الاتحاد الأوروبي. مصادر دبلوماسية أفادت من جهتها بأن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض التقى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأحد في نيويورك، وتطرق الرجلان إلى الخطوة الفلسطينية بالإضافة إلى مسائل أخرى. وبعيدا من هذه المسألة، تواجه الولايات المتحدة عموما ونيويورك خصوصا اختبارا على المستوى الأمني مع التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة من قبل تنظيم القاعدة وجماعات أخرى مناهضة للدول الكبرى. ويبقى انتظار انعقاد الدورة 66 للجمعية لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.